داخل البرلمان. بنتحدث عن واقع ربما كانت الأسباب الرئيسية في عزوف البعض عن المشاركة في المرحلة الأولى هو عدم عرض بعض المرشحين لبرنامجهم الانتخابي وأيضا الأجندة التشريعية اللي بيعتمد عليها هذا البرلمان بشدة في هذه الانتخابات. الآن احنا بنتحدث من محافظة كفر الشيخ وبالتحديد من دائرة فوه ومطوبس، وبذلك بنتواصل معكم لعرض برامج المرشحين في هذه الدائرة. معي الآن الأستاذ محمد عبد العليم داود وهو مرشح حزب الوفد عن هذه الدائرة. أستاذ محمد برحب بك في البداية. أهلا بحضرتك وأهلا بكم في فوه ومطوبس وفي محافظة كفر الشيخ، شرفتونا جميعا. أهلا بك. طيب بداية نعرف الناس بنفسنا، نتكلم عن تاريخنا في العمل السياسي في الفترة الماضية. والله العمل السياسي أنا أقدر أقول لك أنا يعني المواطن محمد عبد العليم داود، من لي الشرف أن أمثل هذه الدائرة فوه ومطوبس للمرة الخامسة. وقبل كده حضرتك كانت انضمينا لدسو والعجوزين، وأنا بوجه لهم طبعا الشكر لدسو والعجوزين اللي قاموا معايا بكل شيء محترم في سنة 2011، وستظل لدسو أيضا ملء السمع والبصر تماما مثل فوة ومطوبس إن شاء الله. خلينا نتكلم برضو عن ترشحنا وإحنا نازلين عن حزب الوفد، نتكلم عن التحقنا بحزب الوفد، تاريخنا كمان مع الحزب الوفد واختيارنا الحزب الوفد. حضرتك انا دخلت حزب الوفد من سنه 1984 وهو بدء العمل الفعلي على ارض الواقع لحزب الوفد حضرتك، وخاض الانتخابات. تعلم انه ده خاض الانتخابات بسنه 1984 بنظام القوائم. حزب الوفد له مكانه كبيره جدا في كفر الشيخ، فهنا مسقط راس سعد باشا زغلول في ابيانه مركز مطوبس حضرتك، وكانت هي ابيانه مركز فوه من قبل ومحافظه الغربية، ولكن بعد انفصال كفر الشيخ أصبحت محافظة كفر الشيخ وأصبحت إبيانة مركز لمطوبس، ولذلك نحن في صلة رحم تماما بين مطوبس وكفر الشيخ وأيضا دسوق وجميع المحافظات، فصلة الرحم موجودة بين هذه الدوائر. جميل أو إذن في تاريخ العمل السياسي أكيد في سيرة ذاتية معروفة لكل الناس هنا في الدائرة. كلمنا عن شكل المنافسة هنا والمرشحين المنافسين، شكل المنافسة عامل إزاي هنا في الدائرة؟ خلي بالك انا ما رضيتش اكلمك على اي تاريخ ليا نهائي، خدت بالك؟ فانا نعرف الناس برضو ما تعرف، انا اكتفي بان انا مواطن مصري من 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 هذا البيت المصري في فوه ومطوبس، واعتقد هم عارفين، وانا طالما بوجه الخطاب لهم خدت بال سيادتك، فدسوق فوه ومطوبس عارفين طبعا النائب اللي هم اختاروه خدت بال حضرتك، دون ضغط دون اموال دون بلطجه دون اي شيء من ذلك. هنا حضرتك الدائره اهل الدائره خدت أنها دائرة أنجبت زعماء كثيرة أثروا في الحياة المصرية، لهم تأثير كبير جدا في الحياة السياسية والحياة الوطنية، الحركة الوطنية بالكامل كان لها دور كبير جدا منذ قدم الأزل. خدت بال حضرتك؟ أنا أستطيع أقول إن إحنا نازلين هنا 21 مرشح، أعتقد أن هناك أنا 21. كم مقعد؟ إحنا حضرتك عندنا 21 مرشح على مقعدين، اعتقد ان ال 20 مرشح الاخرين هم كلهم على يعني حسن خلق ومن ابناء الدائره المحترمين، لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير، ندخل منافسه شريفه بعيدا عن التحيزات وبعيدا عن العصبيات، لاننا هناك صله رحم بين جميع المرشحين. طب خلينا نتكلم عن امر وارد وبالفعل ورد في المرحله اللي فاتت وورد ايضا في الاستحقاقات اللي فاتت وهو المال السياسي وما الى ذلك. يمكن انت كنت بتكلمني عن الموضوع ده دلوقتي. تمام. ظهر ولا لسه؟ المال السياسي فاسد، وأنا بحذر من خطورة وتهديد الحياة السياسية والحياة البرلمانية والحياة الحزبية. شكله إيه هنا في الدائرة؟ بتأثير المال السياسي، لكن إحنا شعب فوه ومطوبس مش حدش هيفرض علينا أموال، محدش هينشئ أحزاب لتأمينه من الضرائب اللي هو حصل عليها من خلال مجموعة برلمانية، محدش هيأثر علينا أبدا، نحن شعب حر عندنا عزة وعندنا كرامة، لن يكون هناك تأثير للمال السياسي أبدا هنا، وإذا حدث هذا ستكون هناك بداية خطيرة جدا لتهديد الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية في مصر، ولذلك أنا أوجه من هنا تحذير للقائمين على هذه البلاد من انكم بترككم الامر لتلويث المال الاسود والمال السياسي للحياه السياسيه والحياه الحزبيه، هذا امر خطير وهذا خنجر سيرتد للجميع اذا استمر هذا الامر، ولا بد من يتم وقفه، وان لم يتم وقفه من خلال القائمين على هذا البلد سواء القياده السياسيه او الحكومه فيوما سيوقفه الشعب.
جميل قوي. خلينا نخش في صلب الموضوع ونتكلم عن الدور الخادم، واكيد انت حضرتك ليك باع طويل جدا في الدور الخادم بما انك ليك تجارب سياسيه وخوض الانتخابات البرلمانيه في مرات فاتت. بنتكلم كمان المره دي عن دور تشريعي، دور رقابي، بنتكلم عن صلاحيات ربما لم تكن موجوده من قبل في البرلمانات الماضيه. عايز اتكلم برضو عن اولوياتك في الدور التشريعي، الاجنده التشريعيه اللي انت محضره وناوي تنزل بيها ان شاء الله بعد فوزك. تعلم تماما انني عضو في حزب الوفد وانتمي الى الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد من قبل، وانتمي لحزب الوفد، ولذلك سيكون هناك برنامج لحزب الوفد يراعى فيه العمليه الجانب التشريعي في البرلمان. هناك خاصه قضايا العداله الاجتماعيه من صحه ومن ضمان اجتماعي ومن فقر ومن بطاله ومن كل الجوانب، احنا لن نترك هذا الامر تماما، لكننا لنا ايضا رؤيه تشريعيه في عمليه في القوانين والتشريعات الخاصه بالجانب الحريات. هذا امر مهم جدا، لان بلد بدون حريات او بلد باستبداد هذا امر لا يستمر ابدا، نرفضه تماما. لابد من تكون هناك احترام لادميه المواطن المصري، للانسان المصري، احترام للمواطن هنا حضرتك، لأننا كنا نعيش في فترة من الفترات أن السادة الوزراء بينهم رئيس وزراء ومحافظين يقومون بسرقة الأراضي، أراضي شاسعة جدا، وكانوا واستولوا على الميزانيات المخصصة للوحدات المحلية وتركوها وحضرتك للأرض الخاصة بهم ليقوموا بالتصقيع بعد علو الثمن. هذا أمر في منتهى الخطورة. وعندما جئت إلى البرلمان في سنة 2000 كانت لي كلمة في مجلس شعب تتردد دائما، وهي إن لدينا وزراء ومحافظين سرقوا الأراضي، والحمد لله تمكنا من قطع أرجل هؤلاء الوزراء والمحافظين والعودة، مما وفر 14,000 فدان و500 في المنطقة البحرية ستقوم عليها مشروعات مهمة جدا لصالح الدائرة ولصالح كل أبناء المحافظة، خاصة المنطقة البحرية، مفوة، مطوبس، دسوق، كفر الشيخ. لكن لابد من الاهتمام بهذه المنطقة، لأن المنطقة دي اتحرمت من حاجات كتيرة جدا. طيب خلينا نروح للدور الخدم ونتكلم عن المشاكل الخاصة بالدائرة مطوبس وفوة، واحنا يمكن على الفرع الرئيسي للنيل وفرع الرشيد اكيد برضو في مشاكل للصيد، مشاكل كتيرة خاصة بالزراعة. نتكلم عن مشاكل الدائرة والاولويات بالنسبة لك انت شايفة ايه؟ لدينا مشكلة خطيرة جدا من في نهر النيل فرع رشيد. هذا نهر النيل تصب فيه حضرتك جميع الصرف الصحي الوارد من الجيزة ومن القاهرة، خدت بال حضرتك، وهذا أمر يهدد الحياة ويزيد من الأمراض وانتشار الأمراض، خاصة أن محافظة كفر الشيخ تعتبر الترتيب الأول في أمراض الكبد، خدت بال حضرتك، ومصر هي الترتيب الأول على مستوى العالم، وبذلك أن تكون كفر الشيخ هي الترتيب الأول في أمراض الكبد فهذا أمر في منتهى الخطورة. خدت بال، خاصة نحن في نهاية نهر النيل، هذا النهر النيل يحمل السموم ولا يحمل الماء النظيف لكل أبناء الدائرة، لكل أبناء المحافظة، بل يمتد تلوثه من حضرتك من عند الجيزة، من عند الأليوبية، ممتد من أسوان. والله وهو من أسوان، أنا معاك، احنا شايفين الصرف، أنا معاك، وكذلك أنا كنت أيام منذ كان أتابع هذا الأمر مع الوزير إبراهيم محلب وهو كان وزير الإسكان، خدت بالك، لإنهاء المشكلة، وقال لي دي مشكلة عايزة تنتهي برمتها من عند حضرتك الأليوبية، فالأليوبية برضك والغربية وكل المحافظات والمنوفية المطلة على نهر النيل والبحيرة، خدت بالك، تشرب ماء ملوث. طيب لو اتكلمنا عن ملامح برنامج استاذ محمد اللي هيقدمه لاهل دايرته. البرنامج الاول لابد من فتح ملفات الفساد لرجال الاعمال ولمن افسدوا الحياه السياسيه بالمال السياسي الاسود والمال الفاسد. هذا الامر اذا كان هناك امبراطور للحديد فهناك اصبح هناك امبراطور للاعلام وللعمل البرلماني والعمل السياسي والعمل الاقتصادي، وهناك من يسيطر ويعلم ذلك، يعلم ذلك رئيس الجمهوريه ويعلم ذلك الاداره السياسيه ويتعلم جميع الحكومه. الفاسد الأول الذي يتهرب من 13 مليار جنيه ضرائب للدولة المصرية، خدت بال حضرتك، ويريد السيطرة على برلمان، هذا أمر يهدد الحياة السياسية في مصر. نحن لا نسعى إلى مقعد البرلمان، إذا كان مقعد البرلمان سيحول بيننا وبين أداء دورنا الرقابي فليذهب هذا البرلمان إلى الجحيم. تمام.
طيب خلينا نتكلم عن مشاكل الدايره ونسمع اهل الدايره قالوا ايه وايه المطلوب من المرشح للبرلمان القادم. نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل مره ثانيه. زي ما انت حضرتك شايف ان الترعه اللي هي الترعه الرشيديه القديمه بالمنظر انت شايف ده الزباله والزباله البلد كلها ومفيش اي مصلحه عامه هنا. فاحنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس المسؤوله انها تبص لنا بنظره الرحمه وبنظره العطف للناس والبشر والشباب اللي في البلد والاطفال دي. مشاكل الترعه دي بتطلع لنا بهرسيا وبتطلع لنا قرف ومشاكل وبيرموا الكنيف فيها وعايزين اي حاجه من تتعمل الترعه دي. الميه اللي بتجي لنا بتجي لنا ملوثه دلوقتي. الترعه طبعا المصرف اللي ورانا زي ما انت شايف كده مسبب امراض كتير لعيالنا ولاهالينا ولنا كلنا. واحد بالك اتكلمنا فيها انها تتردم. واحد بالك ما تردمتش. اتكلمنا برضو هنا نقطه ثانيه التكاتك اللي هي عليها شباب كتير شغالين يتعمل لهم موقف ما فيش حاجه اتعملت. كل المشكله اللي نازله فيها ان المراكب دي كلها معاها رخص وسليمه و100 100 ومصرح لها بالمكان. كل المشكله ان ابويا عامل لي توكيل. ابويا عنده 65 سنه حاكم عليا اسرح ابويا عشان يسيبني اسرح واحنا الموسم ده بنستناه من السنه للسنه كل سنه هم الشهرين دول وبتعمل فينا دلوقتي حاليا ان بسبب بتوع التهريب شغالين طول السنه ويعملوا في الملايين ويعملوا في الفلوس ويعملوا في المراكب واحنا بحته ورقه في الميه مش عارفين ناكل عيش بيها. حضرتك احنا بنعاني هنا من مشاكل كثيره كثيره وكثيره. اول المشاكل احنا بلد صافي دي يعني تقريبا كده 70% من سكان بلدنا صيادين بيعتمدوا على المي والريح. حضرتك المخابرات منعاهم من الصيد في المالح وفي النيل هنا يروح فين؟ دي اول مشكله يعني موت بالحي. زي ما تابعنا معكم يمكن المشاكل كلها خاصة بالزراعة بالصيادين وملفات دايما بنشوفها في جميع القرى سواء مرتبطة بالطرق بملف الصحة بأيضا ملف الصرف الصحي. أستاذ محمد يمكن سمعنا وتابعنا مع بعض آراء الناس وإيه المطلوب من مرشح البرلمان القادم. تعليقك في عجالة كده عن المشاكل وشايف حلها أو رؤيتك ليها إيه؟ اولا حضرتك احنا عندنا مشاكل هنا في الدايره ديت حضرتك كانت تماما يعني منسيه وساقطه من دائره اهتمام الدوله المصريه. خدت بالك عندنا مثلا الصرف الصحي هنا في مدينتين فيهم في بعض القرى فيهم صرف صحي لكن للاسف الشديد ان معظم القرى في محافظه كفر الشيخ محرومه تماما من الصرف الصحي وهذا مصدر من مصادر الوباء يهدد حياه الانسان المصري ويزيد من الامراض ويكلف ميزانيه الدوله اموال كثيره جدا. هذا امر في منتهى الخطوره. نرجو يعني استكمال ما بدأناه خاصة أن هناك موافقات لنا حصلنا عليها قبل في 2010 ولكن توقف الدولة المصرية في مد خدماتها للشارع المصري وللدوائر أدى إلى انهيار المرافق سواء صف صحي سواء طرق سواء وحدات صحية سواء أبنية تعليمية. هذا أمر خطير جدا يهدد الحياة في دائرة فوة ومطوبس بل وادي سوق وكفر الشيخ بالكامل. نرجو إنهاء هذا الأمر خاصة لدينا موافقات حصلنا عليها من الحكومة ولا بد من استئناف هذا العمل بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية حفاظا على صحة المواطن المصري. مشاكل الصيادين وعايز اتكلم برضو عن نقطة او معلومة مش عارف انت حضرتك صح حالي ولا لا وهي الهجرة غير الشرعية هل لسه موجودة في كفر الشيخ ولا لا؟ اسألني حضرتك على سبب الهجرة غير الشرعية. هذا الرجل الذي يسافر ويهرب ويتعرض الى الموت في البحار او بضرب اطلاق النار عليه من ليبيا او من ايطاليا او من اي بلد او مالطا او غيره كده ده سببه الاساسي ايه؟ ان المناطق دي حضرتك هي منطقة عندك مثلا الجزيرة الخضراء مناطق الجزيرة الخضراء برج المخيزر والسكري والجزيرة وخيان الجنو والعرب المحضر والخليج البحري وابلي كل المناطق دي ومنية المرشد وبرنبال المناطق دي محرومة تماما حضرتك من سبل الحياة. كانت هناك أراضي شاسعة وكثيرة حولها وهي أراضي كانت تتبع بحيرة البرولس بعد تكفيفها. تم استيلاء السادة الوزراء والمحافظين على هذه الأراضي واللواءات والضباط الكبار دون صمت أو حديث أو أي تحدث أي أحد من السادة. للأسف الشديد مش عايزين نقوله يعني عشان ما تبقاش إيه شهادتنا مجروحة. هذا الأمر سبب
ضياع وحقوق هؤلاء. فلجأت الناس ديت حضرتك بدل ما ياخدوا الاراضي ديت ويفلحوا في الاراضي ديت ويزرعوا في الاراضي ديت ويعملوا مزارع في سمكيه في الاراضي ديت، الاراضي ديت تم تصقيحها حضرتك وتم بيعها، خدت بالك، باسعار زهيده جدا. وكان مجلس الوزراء يعقد هنا تحت رئيس مجلس مدينه مطوبس لسرقه هذه الاراضي، وكان رحمه الله اللي هو زكي بدر وابنه احمد زكي بدر يستولوا على الاراضي هنا ايضا في محافظه كفر الشيخ. الصيادين لجأوا الى البحر حضرتك بحثا على لقمه العيش، تمام. فكل يوم في برج مغيزل وكل القرى هناك حضرتك والجزيره والسكري وخان الجني تجينا الاخبار بكذا واحد مات في مركب كذا، غرقوا في كذا، خدت بالك. هم لا يسهبون في هجرة غير شرعية وهم غير متهمون، لكن المتهمين أن هناك عصابات أخرى غير ما في برج مغيز. تاع برج مغيز أو الجزيرة أو المنطقة البحرية في مركز مطوبس هي تبحث عن لقمة العيش عن رزق حضرتك، فلجوا. ولذلك سنقطع قدم أي وزير أو أي محافظ يحاول مرة أخرى العودة كما قطعناها عندما جئنا في 2010 وتم توفير 14,000 فدان. طيب نتكلم عن فوة ومطوبس نفسه، وإحنا معانا بعض من أهالي الدايرة أو بعض من أهالي مدينتي فوة ومطوبس. طيب هنبدأ معاكم أنتوا الأول وقولوا لنا كده المشاكل الخاصة بالدايرة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك هي مشكله مش تعاني منها بلد فوة، هي مشكله عامه بتعاني منها كل قرى ومراكز ومحافظات مصر. هي مشكله الغاز الطبيعي، فمشكله الغاز الطبيعي طبعا حضرتك عارف مع دخول فصل الشتاء بتزداد الازمه وازمه الصوت ايه الغاز. احنا في بس طلب بسيط، احنا بنتمنى دخول غاز طبيعي خصوصا الفوة في موقع متميز وكل المراكز اللي حواليها فيها غاز طبيعي. عندنا مثلا دسوق تبعد عن فوة ب 10 كيلو وفيها غاز طبيعي، وعندك مثلا البر الثاني حضرتك زي ما تشوف ما بيننا وبين بس بحافظ البحيره في المحموديه النيل برضه في غاز طبيعي. فالاستاذ محمد عبد العليم داود كان يتكلم في المشكله دي وكان خد موافقه من سياده وزير البترول قبل الثوره سامح فهمي، وكان خد طلب موافقه ب 5,000 وحده سكنيه فوة و 3,000 وحده سكنيه في مطوبس، تمام حضرتك. وكانت طبعا نظرا للزياده وقابله للزياده للآية السكنيه فقابله للزياده. فانا بتمنى الاستاذ محمد عبد العليم يعني يحيي الطلب ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم في جزئيتين في عجاله حضرتك بعد ما نرحب بكم طبعا في مدينه فوة ونورتونا. يخص الطرق، استكمال الكوبري العلوي حضرتك اللي احنا قاعدين جنبه ده كان مطلب شعبي لمعظم اهالي فوة ومطوبس، بل كل اهالي فوة ومطوبس قبل كده والمحموديه بحيره اللي ربط البلدين ببعض. اتعملوا الحمد لله واتفتح بصفه جزئيه، لم يكملش لا من ناحيه دمنهور ولا من ناحيه مطوبس، وده عامل تكدس جوه المدينه، جوه مدينه فوة، وبيأثر وبيعمل تكدس داخل مدينه مطوبس ايضا بالعربيات نالي تيل. الحاجه الثانيه حضرتك بنطلب من الاستاذ محمد عبد العليم داوود يسعى وبسرعه في تطوير محطه سكه حديد فوة اسوة بتسوق واسوة بمطوبس، اللي هو المحطة الوحيدة اللي ما اتعملتش في كفر الشيخ لحد دلوقتي هي محطة سكة حديد فوة. تمام. واشكرك شكرا. طيب سريعا برضه عايز اعرف مشاكل تانية غير اللي احنا اتكلمنا فيها. هو طبعا دلوقتي ان فوة كانت بتشتري بالكليم والسجاد والبطاطين، فطبعا مع التقدم السجاد اللي طالع الموكيت والموكيت والكلام ده اثر على المهنة. فاحنا بنطالب بان مصنع من اين الرجال المستثمرين يجوا يعملوا مصنع في فوة ياخد الشباب العاطل اللي قاعد بطالة، بحيث ان احنا عندنا مساحة ارض في الكوم بتاع ابو دراز 55 فدان او 60 فدان يتعمل عليه المنشأة والمصنع من المستثمرين اللي هم بيعملوا مصانع استثمارية خارج داخل جمهورية مصر العربية. انا عايز اتكلم عن الخدمات الصحية اللي بتقدم في فوة، لان مركز فوة مركز كبير وحواليه حوالي 10 قرى وكل اللي فيه مستشفى مركزي. مستشفى مركزي ليس بها اي خدمات نهائي، حتى السرنجه لما المريض يعوزها بيروح يشتريها من بره. مفيش في دكتور امتياز كل يوم بيبقى في المستشفى، لو وصلت حاله واحده بس من كل قريه مش عارف يخدم على الناس دي. دكتور امتياز واحد بس و10 قرى بمركز كبير، لازم يبقى في مستشفى عام كبير وفي خدمات اكتر من كده وادويه اكتر من كده. في ملفات ثانيه هتكلم فيها. طب ايه تاني؟ انا بطلب من الاستاذ محمد عبد العليم الفلاحين معدومين تماما، كل انتاجهم في البيوت، مفيش بيع ولا شراء. في حاجه ثانيه مختلفه؟ انا بتكلم باسم مركز مطوبس. بتكلم باسم مركز مطوبس، يعني انا في دايره فوة ومطوبس. احنا بجهد الاستاذ محمد داوود عمل لقريه السعاده محطه صرف شغالين فيها، بتم الحمد لله خلصت المرحله ووقفه على التشغيل، بس شغل الصرف عدم الطرق فيها. لان هي اتعملت في قلب الطريق،
الميزانية كان المجلس المدينة بيبقى بيرد الشيء لأصله. طبعا مجلس المدينة ما بيعملش حاجة والطرق كلها بقت زي المصارف. فاحنا بنتمنى بالاستاذ محمد يعني جهده معانا بس. ماشي شكرا. طيب استاذ محمد احنا شفنا ملفات مختلفة، اولها الغاز، تاني حاجة الطرق، ويمكن احنا شايفين الكوبري هو ورانا على طول، وبعض الملفات او بعض المنازل الخاصة بيه ما استكملتش، هو المفروض ان هو يوصل للطريق الزراعي كمان. فعايز اعرف ليه الكوبري ده ما تمش يعني استئنافه واستئناف العمل فيه، وكمان مشكلة الغاز هل هي سهلة ولا صعبة؟ هو حضرتك في موافقة على 5000 لمنظف هو حضرتك من سنة 2010، خدت بال حضرتك 5000 لوحدة غاز و 3000 لمدينة مطوبس. لكن بعد قيام ثورة 25 يناير طبعا كانت إدارة شؤون البلاد تماما فشل جميعا كل الإدارات حتى الآن. أنا من وجهة نظري طالما ما قامتش بدورها فهي إدارات فشلة. إمتى الإدارات دي هتبقى كويسة؟ لما يكون حضرتك في عمل وتنفيذ ما تم التوافق عليه والاتفاق عليه وحصلنا على موافقات بذلك. لست أنا وحدي حضرتك الذي أطالب بذلك، ولإنما ولكن شعب فوة ومطوبس. اتنين، أنا هذا الكوبري حضرتك كوبري بدأ العمل فيه في سنة 2005. هو هناك لابد يستكمل هنا رافض، وهنا خدت حضرتك ورافض البحيرة لإنهاء مشاكل التكدس، وده سيساهم في العملية الاقتصادية بشكل جيد جدا بدون ضرر أو ضرار. يعني أنا مش عايز حضرتك، أنا عايز أخد من هنا أو أخد حضرتك منفعة عامة ما أزيش الناس، لكن أنا حضرتك أديهم تعويضات أيضا، وفي نفس الوقت أنتهي من مشكلة رافد الكوبري. ده شيء مهم جدا حضرتك. طيب. بالنسبة لنا عندي مشكلة الغاز يا حضرتك، واحنا هنوصلها واتكلمت عليها 2005. طيب في مشكله الصحه والمشاكل الثانيه، احنا عندنا حضرتك مستشفى فوة المركزي ومستشفى مطوبس المركزي، شيء امر سيء جدا. انا ما اقدرش اظلم الاطباء الموجودين فيها، ولكن اقدر احمل الدوله واحمل وزير الصحه ووكيله وزاره الصحه اللي موجوده هنا حضرتك وقاعده متربعه هناك في في, في اليخت بتاعها، ولا قاعده هناك نايمه تطلع تشوف هنا. وده سبب من اسباب الفشل الاداره في مصر، ان مفيش مستشفيات، مفيش امكانيات موجودة حضرتك لا في مستشفى فوة المركزي ولا في مستشفى مطوبس المركزي، حتى أيضا مستشفى دسوق ما فيها مشاكل جدا جدا حضرتك. مستشفى دسوق أيضا لأن احنا مرتبطين ببعضنا البعض، ولذلك نحن سواء دسوق أو فوة مطوبس، ولذلك نحن نذهب إلى دمنهور، نذهب إلى محافظة الأسكندرية، وعندما نذهب إلى هناك ومرضانا إلى هناك تقول مستشفى اسكندرية، تقول لك لا أنا عندي اسكندرية بس، أنا عندي مش عارف البحيرة بس، أنا طب وأين هذه المحافظة الموبوءة منذ سنوات طوال بفعل الحكومات؟ وإذا كنت تبحث عن الفساد في مصر فستجد أن الفساد نبع من هنا من خلال المسؤولين والوزراء حضرتك. عندنا مشكلة تانية هي مشكلة الكليم. شعب فوة كان حضرتك ما تخشش بيت في فوة إلا بتلاقي حضرتك أو شقة إلا بتلاقي حضرتك واحد اتنول لصناعة الكليم وتطوير الجبلان وكذلك الأمر، ولكن الدولة فتحت أسواقها دون أن تساهم في عملية التطوير الكليم هنا حضرتك وتطوير الجبلان وتصديره وفتح أسواق له في الخارج والداخل بشكل كبير وشكل معروف يعني كما يعرفه الجميع. للأسف الشديد أنا هقول لحضرتك إن يعني في الانتخابات في المجلس القادم أنا لا أتحدث سوف أعمل هعمل إيه وخلي إيه، لأن أنا أريد أن أستكمل ما بدأته وتوقف خلال 5 سنوات. بالنسبة للصرف الصحي، بالنسبة للطرق، بالنسبة لحضرتك المشروعات الصحة، بالنسبة لأن عندي وحدات صحية خطيرة جدا، عندي الصرف الصحي في السلمية والجزيرة وبرج مخيزل والسكري والجوة هنا في عندي حضرتك في كل مراكز، وعندي هنا في السلمية عندي هنا مشكلة كبيرة جدا في هو حضرتك وده مهمة، هي عندي محطة سكة حديد حضرتك منهارة تماما، عندي هنا حضرتك الغاز، عندي أيضا محطة مياه شرب مطوبس اللي تعمل واندفع فيها كتير جدا، النهاردة محطة مياه شرب مطوبس بتطلع مياه ملوثة، وكذلك محطة مياه دسوق ومحطة مياه فوة بيطلعوا مياه ملوثة تؤدي إلى تهديد حياة المواطن المصري. هذا المواطن لا يجد دواء في مستشفى، لا يجد سرير في مستشفى، لا يجد عناية مركزة، لا يجد حضان حضرتك في كل سواء في فوة أو مطوبس.
طيب خلينا نتكلم عن الشباب، ويمكن هم السبب الرئيسي في نسبة المشاركة اللي احنا شفناها كانت قليلة جدا في المرحلة الأولى. تركيز المرشحين على الشباب، ربما في بعض المرشحين كانوا مش من ضمن اهتمامه او مش من ضمن برنامجه. استاذ محمد، الشباب في برنامجه ايه الخطة الموضوعة ليه؟ ايه اهتمامه هيكون في الفترة الجاية بالنسبة له ايه؟ بص حضرتك عشان نتكلم بكل صراحة، مشكلة الشباب سواء في فوق او في مطوبس او في الجمهورية بالكامل لن تحل الا بعملية تشريعية، ولا بد من تطبيق مواد الدستور خاصة فيما يقضي بإعانة البطالة اللي هم كبروا حضرتك، وعملية المساواة في عملية الوظائف. فهذا ولا بد ان يسد هذا الباب تماما، اي باب استثناءات، وانا بطالب بذلك حضرتك، نقفل باب الاستثناءات. فانت مهما، فانا حضرتك انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا. انا كان هناك 7000 مدرس عندي تم فصلهم بالحصه في سنه 2009، شاركتهم الاعتصام حتى عادوا وحصلت عليهم الى موافقات وعادوا في محافظه كفر الشيخ بالكامل. هناك مشكله خطيره جدا، هناك الاراضي الموجوده التي سرق جزء منها الوزراء موجوده، من الممكن ان تعمل عليها مصانع، ان تنشئ عليها مصانع، ان توزعها على الشباب بعد اذن حضرتك. من الممكن تعمل هذا الكلام. انا عندي هنا حضرتك شباب، هي قنبله موقوته، لابد من فتح ملفات سرقه الاراضي. واقول وارجع اقول لك، ستكون هناك بطاله، وسيكون هناك امراض، وستكون هناك انهيار، سيكون هناك انهيار في الصحه وانهيار في التعليم، ما لم تقم الدوله بواجبها اتجاه مقاومه الفساد الموجودين اللي بداوا حضرتك يسيطروا بالمال السياسي والمال الاسود على البرلمان، مما يمكنهم من المشاركه في الحكومه. هذا امر في منتهى الخطوره، ولا اعفي القيادة السياسية ولا أعفي الدولة من الفساد الذي انتشر في البلاد. طالما هناك فساد ظلت كل المشاكل موجودة. ده دوركم إن شاء الله في الفترة الجاية. خلينا نتكلم قبل ما نختم، عايز أعرف الرسالة الأخيرة اللي تحب توجهها. نتكلم عن الفئات بتاعة المجتمع كلها، سواء المرأة، الرجل، الشباب، ويمكن هم الفئات المشاركين في المرحلة الأولى، خاصة يعني كان كبار السن والسيدات. الشباب كان في عزوب بنسبة كبيرة. بالنسبة لك أنت، انطباعك عن المرحلة الأولى، هل في خطة أو في تعديل في خطة برنامجك للانتخابات هذه المرة؟ تعديل ربما يؤهل الشباب او يعني يوعيه بالمشاركه في الانتخابات القادمه ولا لا؟ بعد اذن سيادتك نتكلم بكل صراحه. تمام. اولا ان الشعب كان له حق في هذا العزوف، نتكلم بكل صراحه. فهناك بنيه تشريعيه للحياه البرلمانيه غير صالحه تماما، هناك بنيه تشريعيه سيئه تماما، هناك مال سياسي اسود، يعني جهزت الدوله المصريه الارضيه الارض الخصبه لأن ينبت الفساد المال الفاسد والمال الأسود لشراء بعض المرشحين لحزب معين يدفع ملايين في شراء. هذا أمر يهددنا تماما، ويهدد حياة سياسية، ويهدد بالثورة، بيهدد بثورة يعني مستقبلا إذا لم تتحرك الدولة لوقف المال الفاسد والمال الأسود. نحن لسنا ضد الدولة المصرية ومع الدولة المصرية، لكن لسنا مع ما تقوم به الحكومة أو القيادة السياسية بطرق الأمر للفاسدين الذين استولوا على مقدرات هذا البلد. متوقع أن يكون برضو موجود في الدائرة هنا؟ موجود في الدائرة هنا؟ يعني بعد اذن حضرتك هنا لا عفوا في الكلام، هناك محاولات لاختراق دائره فوا ومطوبس بالمال الاسود والمال السياسي، ولكن هناك عزه وكرامه المواطن المصري، وفي الدائره ستمنع وستقضي على هذا المخطط الخطير. واذا نجح فتاكد سيتحول السياسي الى يقاوم من الشارع المصري. اذن الرساله الاخيره للاستاذ محمد لكل المشاركين او الناخبين في الدائره هنا، رساله وعي قبل ما نختم، حضرتك تقول لهم ايه؟ خدوا فلوسهم لان ده حقكم. خدوا فلوسهم لان ده حقكم، انتوا من 13 مليار انسرقوا من اموال الدوله، خدوهم وما تنتخبهمش. تمام.
شكرا ليك يا استاذ محمد، وبنتمنى لك التوفيق باذن الله. شكرا ليك. طبعا احنا بنشكركم جميعا اهالي دايره فوه ومطوبس، طبعا كل اللي واقفين معانا ومشاركين يعني بنشكركم جميعا، ونتمنى طبعا استاذ محمد التوفيق باذن الله. شكرا ليك يا استاذ محمد. كما تابعنا معكم مشاهدينا يمكن ديت ملامح برنامج استاذ محمد عبد العليم داوود مرشح حزب الوفد عن دائره فوه ومطوبس. ليس كل البرنامج حضرتك سيكون مفاجآت بعد اذن حضرتك، خاصة في البرلمان. شكرا. طيب زي ما انا قلت برضو في النهاية اللي هي ملامح للبرنامج بتاع استاذ محمد عبد العليم داوود. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.